رحيم طلبة وطالبات جونيور 4 هنتابع مع بعض لسون 5 في يونت 2 كونسبت 1 تمام؟ والتايتلز أو العنوان بتاع الدرس ده بيتكلم عن الانرجي والورك والفورس، يعني هو شامل الدرس كله. هيراجع تاني معايا الفورس كانت ايه ونوعها ايه، وكلمة ورك هنا مش العمل، كلمة ورك يعني الشغل المبذول، حاجة تبع الانرجي برضو تمام؟ طب واحدة واحدة كده يا ميس نتكلم مع بعض في الدرس ده، هو معظمه اكتيفيتي برضو. فبيقول لي ايه يا ميس؟ لو عندك كار، الكار بيحصل لها ايه when pushing force act on it. سهلة، الكار بتعمل ايه لما بتأثر عليها pushing force؟ قال يا ميس الكار بتعمل move، بتتحرك. طب ركز معايا، يبقى العربية، السؤال ده جه في الاكسرسايز نمبر 4 وانا هشرحه لك تاني اهو. الكار موف، بيتحرك لما بيكون في بوشنج فورس اكت اون ايت، قوه دفع جايه يعني زقاه. بمعنى انا لو عندي العربيه دي ماشيه مثلا كده، فهي بتمشي موف لما بيكون في فورس مأثر عليها، قوه بتاعت ايدي تمام كده. بص يا اولاد اهي، ها تاني، يبقى هي كده ايه، بتمشي بتتحرك. امتى العربيه دي تقف؟ ها امتى تقف العربيه دي؟ اهي بص عايزه امثلها لك، هتقف امتى؟ بص بص اهي، انا دلوقتي اهي العربيه هتتحرك خلاص، وقفت. امتى وقفت؟ لما لقيت حاجه في عكس الاتجاه بتاعها، صح؟ تاني يا ميس الحته دي واحده واحده. العربيه بتتحرك امتى؟ when pushing force act on it، انا باثر عليها بقوه اهو فبخليها تتحرك اهي، صح؟ طيب امتى تقف بقى؟ بص بص اهي، ثانيه واحده، تقف امتى؟ لما يبقى في حاجه واقفه ضدها عكسها، صح كده؟ يبقى الكار ستوب. بص بقى الجمله دي اهي، كار ستوب امتى؟ يبقى انا كده خدت موف اهي، لما يكون في بوشنج فورس اكت اون ايت. هنا الكار تعمل ستوب وين؟ لما يكون ايه؟ في بوشنج فورس برضو. ايه ده مش معقوله؟ اه بوشنج فورس بس عكس الاتجاه، اجينست ايت، اجينست ايت يعني عكسها، اجينست ايت يعني ضدها، ضد الاتجاه، عكس الاتجاه، ان ذا اوبزيت دايركشن، في عكس اتجاهها، صح كده؟ صح كده. تاني يا ميس، انا دلوقتي سايق عربيه عايزه اوقف العربيه، بضطر اعمل ايه؟ بضطر اتكى على ايه؟ على الهاند بريك، على الفرامل، فتقوم العجل ده يعمل احتكاك بالارض فيعمل فريكشن فورس فتقف. طب نفترض ان مفيش بقى فرامل، انا عايزه اوقف العربيه دي، يبقى لازم حاجه اهي كده تبقى واقفه في سكتها، حيطه، اي حاجه، اجينست يعني ضدها اهي، عشان تقف. يبقى الجسم بيتحرك، خلي بالك بقى من النقطه دي هتيجي في الاختيارات. يبقى الكار موف بتتحرك لما البوشنج فورس اكت اون ايت، تاثر عليها. طب والكار ستوب بتقف لما البوشنج فورس اجينست ايت، تقف ضدها. خلاص كده تمام، ماشي ميس المعلومه دي حلوه قوي. طيب فبيقول لي يا ميس خدي بالك بقى ان احنا عايزين ايه، نشوف الجمله دي. بيقول لي تو ميك، علشان نعمل تو ميك اوبجكت، او يعني نجعل الاوبجكت ستارت يبدا، اور ستوب موفينج، يعني عشان نخلي الجسم يعمل ستارت او ستوب موفينج، يبدا يتحرك او يعمل ستوب، وي نيد فورس، محتاجين ايه اهي، وي نيد فورس، محتاجين قوه، مش كده؟ مش دي كانت اليونت بتاعتنا كلها بتتكلم عن الفورس. طب والفورس دي هتكون ايه يا ايه؟ يا بول يا بوش، صح تمام. ذيس فورس، القوه بقى اللي عند حضرتك دي بتجيبها منين؟ ذيس فورس، القوه دي نيد، محتاجه يكون عند حضرتك انرجي، طاقه. تاني تاني يا ميس، كنا بندرس الكونسبت ده عشان في الاخر خالص اقول لك ان انا عايزه طاقه، عايزه انرجي، عشان دي اليونت الجديده ان شاء الله تمام. تاني يا ميس، تو ميك اوبجكت ستارت اور ستوب، عشان اخلي الجسم يتحرك او يعمل ستوب، ايه اللي المفروض عليا؟ انا محتاجه اعمل عليه فورس، فورس اكت اون ايت او اجينست ايت، سواء بقى كانت الفورس دي بوش او بول، صح كده تمام. الفورس دي محتاجه يكون عندي انا انرجي، طاقه تمام. طب ويعني ايه كلمه انرجي؟ قال لي كلمه انرجي يعني الطاقه، ودي بقى اللي هناخدها اليونت الجديد، بس بنوي حاجات بسيطه عشان نعرف نحل اسئله الاكسرسايز تمام. انرجي يعني ايه كلمه انرجي؟ طاقه، هي ability to do work، ability to do work or make a change. ايه ده بقى؟ بالراحه كده يا ميس،
تاني يعني ايه energy ability to do work قدرتك على عمل شغل او بذل شغل او عمل مجهود or make a change او احداث تغيير اهي دي كانت واقفة هنا خدتها هنا يبقى انا لازم يكون عندي طاقة عشان اقدر اشيل الحاجة من مكان لمكان او اغير مكانها يبقى ability to do work or make a change يبقى دي تعريف مين الانرجي طيب هل الانرجي يا ميس ثابتة مش بتتحرك قالي لا الانرجي بتتحرك زي انا دلوقتي عايزة احرك العربية دي اهي طيب هي هتتحرك لوحدها طبعا بالوقود انا مش بتكلم عليه عن التوي اللعبة لازم احرك دي دلوقتي فلازم احركها بايديا يبقى في انرجي عندي انتقلت ترانسفير لمين للسيارة دي عشان تبدأ تتحرك يبقى الانرجي اللي في ايدي انتقلت لمين للسيارة حركتها او الانرجي اللي في ايديا انتقلت للكورة فخلتها تطير في الهواء او الانرجي اللي في رجليا خلت الكورة تبعد بعيد صح كده يبقى الانرجي انتقلت مني لمين للجسم التاني ترانسفير بتنتقل من جسم الجسم خلاص زي برضو العربية طب ما العربيات يا ميس محدش بيزقها وهي ماشية ما هي فيها بقى changes of energy تحولات للطاقة هي جواها حاجات chemical energy مواد كيميائية اللي بتبقى موجودة في البطارية بتتحول لإلكتريك والإلكتريك بتتحول لأكتر من energy عشان تبدأ العربية تتحرك دي بقى هناخدها اليونت الجديد ان شاء الله تمام بس الملحوظة اللي انا عايزك تفهمها او النوتس الجديدة بتاعتنا ان الانرجي الطاقة اهي energy transfer بتنتقل from object to another object بتنتقل من جسم المين to another object لجسم تاني يبقى بتنتقل من object to another object صعبة؟ طب بص يا ميس لو حضرتك حركتي هي energy transfer يعني بتنتقل from object to another object ها؟ تمام طب بصي كده يا ميس when you push a car لو زقيتي عربية when you push a car لو حبيتي تزقي ايه عربية you are doing حضرتك عملتي عليها ايه شغل اسمه work يبقى work دي مش معناها الوظيفة او العمل اللي انت رايح له work هنا بمعنى إيه الشغل المبذول الحاجة اللي انت عملتها يبقى when you push a car you are doing ها عملت عليها ايه work عملت عليها شغل تمام طيب برضو نفس السؤال اللي نسى قايلاه بس بطريقة تانية بيقولي when a man push force on a car نقط transfer بتنتقل from his body to the car مين لما بقى الإنسان يؤثر بوشينج فورس على الكار يبقى مين اللي بتنتقل الانرجي اللي كانت موجودة في ايديه بتنتقل لمين او في جسمه بتنتقل لمين للكار تمام طيب طيب ممكن نقول ايه تاني يا ميس بس كده انا عايزة بقى ايه نركز مع بعض في الاسئلة تمام exercise number 5 مع بعض تمام كده ولاد يلا بينا مع بعض نحل الاكسرسايز